اجتماع محافظ البنك المركزي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والاجتماع ده حدث النهاردة عشان نحطه في سياقه. كمان لازم نتكلم عن شوية تفاصيل. مبدئيا البنك المركزي كمؤسسة قدامها ملفات ملحة وقلنا ده عدة مرات، منها ضبط سعر الصرف، 2 دعم الاحتياطي النقدي، 3 تطوير الجهاز المصرفي وتنسيق السياسة النقدية مع المالية، 4 ودي اللي عايزين نتعمق فيها النهاردة شوية، ضبط منظومة الاستيراد للحفاظ على الدولار. طيب هي ايه بقى مشكلة الاستيراد؟ اروح معاك يا هبه تدينا جول. الحقيقه حسام مشكله الاستيراد هي مشكله يعني عميقه، خلينا نفككها كده واحده واحده. بعض المستوردين بيقولوا ان تغيير النظام من مستندات التحصيل للاعتمادات المستنديه اللي حصل في فبراير الماضي عطل شغلهم ووقف حالهم. الازمه دي دخل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي من اسابيع ووجه ان يكون في استثناء لمستلزمات الانتاج من الاليه الجديده دي عشان اي حد بينتج يقدر يجيب من بره الخامات الاساسيه اللي هو محتاجها وتدور عجله الانتاج من جديد. حاليا مسؤولية وضع القوانين اللي بتنظم عملية الاستيراد هو يعني مهمة محافظ البنك المركزي السيد حسن عبد الله. تعالوا نحلل الخطوات اللي قام بيها البنك المركزي تحت رئاسة السيد حسن عبد الله من اول ما تولى، ونحاول نقرا كده بين السطور هو التوجه ايه بخصوص موضوع الاستيراد. اول حاجة عملها السيد حسن عبد الله انه اجتمع برؤساء الغرف التجارية والصناعية ووزير الصناعة والتجارة الدكتور احمد سمير عشان يشوفوا ازاي ممكن نتوسع في فكرة التصنيع المحلي وكمان التصدير. طيب نمرة 2، بعت للبنوك قال لهم أنا عايز تقديرات ورصد للطلب على العملة الصعبة في مصر في الشهور اللي جاية كلها. بين بقى الاجتماعات والمشاورات دي رفع الحد الأقصى للإيداع في الـ ATM مكان الصرافة، ورفع الحد الأقصى للسحب من البنوك من 50,000 ل 150,000 يوميا. طيب الخطوة اللي بعد كده كانت إيه؟ اجتمع مع رؤساء البنوك لمدة 4 ساعات، سمع منهم في الاجتماع ده مشاكل والعوائق والتصورات للوضع الاقتصادي والنقدي. الاجتماع دوت في ناس فيه قالت نلغي نظام الاعتمادات المستندية بالكامل ونرجع للقديم نظام التحصيل العادي، وناس تانية قالت لا ده هيعمل ضغط على الدولار واحنا مش عايزين كده. طب هو انهي رأي الأصوب وانهي اجتهاد هو الأفضل وانهي اللي وصلنا للصورة السليمة لفكرة الاستيراد في مصر اللي طبعا بتساعدنا فيما بعد في التصدير؟ ده اللي احنا يمكن بنحاول نقراه دلوقتي وبنحاول نتوقف قدامه. طبعا الاقتصاد برضو عايزين نشير لحضراتكم انه دايما ما في هناك اكثر من حل، وهنا بيتم دراسة كل الحلول وكل السيناريوهات عشان نوصل للحل اللي يكون سهل ومريح لكل الأطراف. يعني احنا في وقت محتاجين نحافظ فيه على الدولار بشكل كبير، العالم كله بيحافظ على الدولار الآن بشكل كبير، كل الاقتصادات الناشئة سميها ما شئت كلها حصل في عمرتها تراجع أمام الدولار كلها، لا نستثني أحد باستثناء الاقتصادات القوية الكبرى، دي قصة تانية، ولكن كل الاقتصادات الناشئة حصل فيها تراجع في الدولار. فإحنا عايزين نسير أمور المستوردين ونحافظ على المصانع ونحافظ على العمالة ونحافظ على كل شيء، وبنفس الوقت نحافظ على سعر الصرف. خيار وده يقول لنا صعب. إن مفيش حلول سهلة بالضبط، مسألة محتاجة استراتيجية مركبة. معنا الأستاذ علاء عز أمين عام الغرف التجارية نتكلم معاه أكتر في هذه المسألة. أستاذ علاء أهلا وسهلا بيك، مساء الخير. مساء النور يا فندم وتلفي للساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم منورنا. عايزين نفهم من حضرتك النهارده كيف ينظر البنك المركزي ل يعني مساله ضبط منظومه الاستيراد، وهل من الممكن ان يكون في، يعني عايزه اجيبها كده بمنتهى الوضوح والبساطه، هل من الممكن يكون في تغيير نظام الاعتمادات المستنديه؟ بدايه هو مش مساله تغيير، هو هناك نظامين للاستيراد، نظام الاعتمادات المستندية وده بتعامل بيه مع جهة لا تثق فيها. اللي أنا بعمله إن أنا بدفع الفلوس مقدما مقابل مستندات إن تم الشحن، وهناك التعامل اللي مبني على ثقة سنوات طويلة من التعامل وهو التعامل بالمستندات، إن المصدر بيشحن إلى مصر وبعد فترة بسدد له سواء عند وصول السلعة أو بعدها فترة بديني فترة سماح 3 أشهر أو 6 أشهر، دي بتسمح لي بالسداد الآجل، وده اللي بيسمح لمستوردين كثيرين لمستلزمات إنتاج خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن أنا أورد الخامات ومدخلات الإنتاج للمصنع أو الورشة الصغيرة
وبعد ما بتصنع والبيئة تسدد لي ثم أسدد للمورد. فالنظامين طول عمرهم موجودين، ما هوش نظام جديد، ولكن عدم السماح باستخدام نظام المستندات في قطاعات متعددة من ضمنها كان مستلزمات الإنتاج، طبعا ده كان مجتمع الأعمال كان ضد هذا التوجه، وكان أحد يمكن الحاجات المهمة كانت إن هناك قطاعات تضررت كثيرا من هذا التوجه. إحنا الميزة يمكن من بداية سيادة المحافظ الجديد حسن عبد الله من وقت ما استلم، إن نمرة واحد إن هو زي ما حضرتك ذكرتي التقى بدولة رئيس الوزراء لقاء مطول جدا، ودي كانت رسالة من أقوى ما يمكن عن بدء تناغم السياسات النقدية اللي مسؤول عنها البنك المركزي مع السياسات المالية والسياسات الاستثمارية والسياسات التجارية اللي مسؤول عنها مجلس الوزراء. احنا التناغم ده كنا شايفينه دلوقتي، ضبط الإيقاع يعني على كل المستويات لو حبيت أديها عنوان. في نفس الوقت ان حضرتك يعني مبدا الدولار توفره او سعر الدولار كام ده ما هوش يمكن المشكله الاساسيه، المشكله الاساسيه اللي المفروض البنك المركزي دوره الرئيسي هو الحفاظ والحد على الحد من التضخم والحفاظ على استقرار الاسواق. ده يمكن الدور الاساسي ان انا بقلل من زياده الاسعار اللي المواطن يحس بيها. جزء كبير منها هيتأثر من توافر العملة من عدم توافرها. لو أنا الدولار ناقص في السوق يبقى أنا لازم أحط أولويات إيه اللي أنا أسمح باستيراده، ولكن طبعا أسلوب الاعتمادات المستندية أو المستندات ده ما هوش الأسلوب الأمثل للحد من الاستيراد، وخاصة في إطار التزاماتي الدولية سواء في إطار منظمة التجارة العالمية أو في إطار اتفاقيات التجارية المختلفة زي مع الاتحاد الأوروبي وغيره، إن أنا عندي التزامات ما أقدرش إن أنا أطبق نظام الحد من الاستيراد بالآليات المباشرة اللي هي بنسميها الآليات الجمركية، إنما هناك بعض الآليات اللي بقدر إن أنا أحد بيها ممكن إن أنا أوفر نسبة من استهلاك القطاع في العام الماضي بحيث احافظ على اقتصاديات تشغيله، احافظ على انه يقدر يستمر في الحفاظ على العماله اللي عنده، وهو ده يمكن التوجه المتوقع ان يتوجه اليه البنك المركزي. طيب هنا يا فندم برضو في نقطه بيثيرها بعض المستثمرين، انه طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ يعني حتى لو في اولويات للاستيراد، لكن في ناس تانية كتير والشكاوى ظهرت في وسائل الإعلام وعلى الفيسبوك وغيره، إنه في ناس كانت متعاقدة على أشياء بقالها سنة وأكتر، وممكن تبقى منها بعض السلع الكمالية، ما في طب يعني ما هو كل واحد كان بيشتغل في البيزنس بتاعه، فهم دلوقتي في حالة زي ما بيقولوا كده ما بين المطرقة والسندان، يعني في كتير من البضاعة متوقفة ومحتاجة تخش البلد، لإلا هم مصالحهم كمان هتقف. فالحديث عن أولوية الاحتياجات هنا برضو بيخيف البعض، فإيه رأي حضرتك في هذه النقطة؟ يمكن حضرتك أطمن حضرتك لحاجة، إحنا كاتحاد غرف تجارية بنمثل التاجر والصانع ومؤدي الخدمات والمستورد والمصدر، إحنا بنمثل 5 مليون سجل تجاري الموجودين في مصر، وبالتالي الحفاظ على مصالحهم والتوازن بين مصالحهم ده من ضمن أهدافنا الرئيسية. عشان كده لو أرجع للي أنا قلته إن حضرتك لابد من الحفاظ على اقتصادات كافة المنشآت، ما هو كمالي لمواطن هو أساسي لمواطن آخر وهلو مجرة. في نفس الوقت الحفاظ على العمالة من ضمن أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة ككل، وإحنا جزء من الدولة. النقطة كلها إن أنا كمثال إحنا طبعا أولويات، لما باجي أحط أولويات نمرة واحد الصناعات التصديرية دي بالنسبة لي أولوية، لأن دي بيجيب لي دولار يشغل لي قطاعات أخرى. في نفس الوقت هناك بعض القطاعات اللي ما أقدرش ألمسها زي الصناعات الدوائية زي الصناعات الغذائية، لأن دي بتمس المواطن مباشرة. ولكن لما نيجي على بعض، مش عاوز أقول كمالية ومش عاوز أستخدم كلمة أساسية، يمكن الكلمات دي يعني لا استخدامها فملهاش لازمة، إنما حاجة النهاردة استثمارات بالمليارات في المراكز التجارية اللي فيها فرانشايزز كثيرة اللي بتجذب لي السائح الخليجي اللي ملوش في البحر ولا له في الآثار، هو جاي يعمل شوبينج، وبالتالي هذه القطاعات وهذه الاستثمارات اللي مشغلة عمالة بأحجام كبيرة جدا لابد أن أحافظ عليها.
وبالتالي هناك نسبة من حجم استيرادها السابق لازم أوفيها اللي تحقق لي إن هو يستمر في العمل، يحافظ على العمالة ويجذب لي سياحة. في نفس الوقت هناك العديد من السلع اللي بنعتبرها كمالية جدا هي أساسية لقطاع السياحة، السائح مش هيجي غير لقاها، لو ما لقاهاش هيروح دولة ثانية، وبالتالي هفقد ال 12 مليار ايراد دولار ايراد السياحة بتاعي. فحضرتك كلمة كمالي وكلمة أساسي دي مسألة نسبية تماما، وده اللي حاليا جاري التدارس فيه ما بين الاتحادات الرسمية، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، اتحاد البنوك، اتحاد المقاولين، واتحاد الغرف السياحية مع الحكومة ومع البنك المركزي، ويمكن الجزء اللي يخص الاستيراد والتصدير والتصنيع ده مع معالي وزير التجارة والصناعة. كلام حضرتك مهم في أكتر من اتجاه. الحقيقة أولا فكرة التنسيق على أكتر من مستوى، النهاردة اللي حضرتك بتتكلم فيه ده بيمس وزارة التجارة والصناعة، بيمس رئاسة الحكومة بشكل عام بكل سياساتها بقى وزارة المالية، بيمس فكرة التصدير والاستيراد والسياسات النقدية، ده محتاج تناغم على أعلى مستوى بين كل الجهات دي. حتى حضرتك اتكلمت عن فكرة الحفاظ على سعر الصرف، كمان ده تحدي كبير، لأنه النهاردة عشان أحافظ على سعر الصرف عندي هنا معادلة من شقين. الشق الأول أن أنا سعر الصرف ده يكون بيعبر عن القيمة الحقيقية للعملة، وفي نفس الوقت ما يفرضش أعباء إضافية على المواطنين. برأيك التحدي دوت أو المعادلة الصعبة دي الحفاظ على سعر الصرف دي يمكن دي عمرها ما كانت هدف بالنسبة لنا، ولكن الهدف اللي بالنسبة لي هو المواطن ده نمرة واحد، ده الهدف بالنسبة للدولة، للقطاع الخاص، لمجتمع الأعمال، للإعلام، كلنا بنعمل من أجل المواطن. حضرتك المواطن لن يتحمل لو أنا عملت الهدف اللي المفروض يحصل كان من زمان إن أنا أعوم الجنيه، ولكن لازم أعمل ده بالتدريج. إحنا اللي طالبنا بيه من زمان بالتدريج، حضرتك بتقول إن من أربع سنين طالبنا بإن يتعمل ما يسمى كولينج باك. معلش تعمل ايه يا فندم؟ معلش استاذنك لو حضرتك بس الشبكة ضعيفة شوية، فلو حضرتك نعلي الصوت شوية كن شاكرين فضلك. اوكي، ان احنا اللي كنا بندعو اليه هو تطبيق ما يسمى بالكولينج باك. كولينج باك يعني بحسب معدل التضخم عندي ومعدل التضخم في الولايات المتحدة الامريكية، بطرح ده من ده، الفرق هو اللي المفروض يحصل للدولار يطلع او ينزل بغض النظر النسبة ايه. لو احنا طبقنا كل الكلام ده يوميا من أربع سنين ما كانش حد حس بحاجة، كان بقى عندي زيادة 20 ساخ 5 ساخ نزل طلع في حدود معقولة يتحملها ويتعود عليها. مش تغيير كبير مرة واحدة حضرتك تقصد، غير اللي احنا بنعمله. احنا للأسف بقعد أدافع عن الجنيه وبالتالي بعاقب المصدر المصري، وفي نفس الوقت بدعم المصدر الأجنبي اللي بيصدر لمصر، ومرة واحدة أروح جاي ناطط بالدولار يبوظ اقتصادات العديد من المنشآت، وبالتالي بيأثر سلبا سواء على التضخم أو على الأسعار. وده يمكن كان التوجه اللي احنا ما زلنا بنحارب فيه، ان انا اخلي ما يسمى بالتعويم الموجه انا ما عنديش مشكلة فيه، ولكن يبقى على مدة طويلة بحيث ان المواطن يقدر ان هو يتحمل، هو والقطاع الخاص يقدر يتحمل اثاره. طيب للاسف الكلام ده ما اتعملش خلال المرحلتين اللي عاوننا فيهم في المرتين اللي فاتوا. كل مره نقول خلاص المره دي ثبتنا سعر او حطينا السعر العادل للجنيه، المفروض ان احنا نبتدي نخلي هناك تحرك لسعر الجنيه على حسب اقتصادات السوق. للاسف ما بنعملهاش. اي املي ان طيب يا استاذ علاء طب يا استاذ علاء اللي حضرتك بتقوله ده كلام مهم جدا. انا عايز اعرف بقى قراءه حضرتك لتوجهات محافظ البنك المركزي الجديد تجاه هذه التصورات، خصوصا ان احنا في الاجتماع الاخير يعني من كام يوم تم الاستقرار على تثبيت سعر الفايده. هل في بدايه ل يعني الاخذ بهذه الاراء اللي حضرتك اتفضلت بيها، او بترجموها ازاي؟ حضرتك انا مش مليونير، انا بليونير لو عرفت حسن عبد الله بيفكر في ايه. ده كبدايه يعني ما حدش عمره بيعرف. احنا بنحلل المشهد، بنقرا المشهد بناء على الاجراءات. طب هقول لحضرتك بصوره ثانيه، قراءه حضرتك من خلال اجتماع النهارده، وزير الماليه في تعديل فيه الجمارك، دول بنصحى من النوم نلاقي قرار طلع. ولكن خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه، انا الاليات اللي العالم كله شغال بيها حاليا وهي ان انا ارفع سعر الفايده عشان احد من التضخم، انا يمكن برفع القبعه
لمحافظة البنك المركزي، لأن هذه الآلية لن تصلح في أي اقتصاد من الاقتصادات النامية. هذه الاقتصادية لسبب، أنت حركة بترفعي معدل الفايدة، هدفي حاجتين، أن أسحب السيولة من السوق، ده آلية، وفي نفس الوقت أنا بجذب ما يسمى الهوت ماني، الاستثمارات الأجنبية، الأموال الساخنة، البورصة، الأموال الساخنة أنها تجي لي على مصر. اللي هيحصل أن هي مش هتيجي في المرحلة اللي احنا فيها، جميع الأموال الساخنة توجهت هتروح لأمريكا والاقتصادات القوية يعني. لا أمريكا فقط مش اقتصادات قوية، ألمانيا بتعاني، فرنسا بتعاني، كل اقتصادات قوية بتعاني، فحضرتك مش هترجع للاقتصاد الناشئة في المرحلة الحالية، وبالتالي أنا حملت عبء فايدة عالي جدا على الصناعة على الخدمات، وبالتالي هيدفعها المواطن وضريت بالصادرات، فهي آلية غير منطقية في المرحلة الحالية. وده يمكن اللي قلناه كنا للبنك المركزي خلال السنتين اللي فاتوا، ولكن لم يسمع إلينا، وعشان كده بقى احنا النهاردة كنا يعني مهتمين نعرف من حضرتك قراءتك وتحليلك للخطوات والإجراءات اللي حصل لحد دلوقتي على الأقل لدى البنك المركزي لسحب السيولة من السوق لحد التضخم، ودي قام بيها، هو سحب سيولة من البنوك وخلاهم يشتغلوا بالإنتر بانك، وبالتالي المليارات اللي سحبها من السوق دي أدت نفس الأثر اللي مطلوب من خلال رفع معدل الفايدة، ولكن دون الإضرار بالقطاعات الإنتاجية والخدمية ودون الإضرار بالمواطن. فللبنك المركزي آليات، للدولة أنياب وأيدي طويلة لابد من استخدامها عند اللزوم، وحاليا البنك المركزي انا شايف ان هو ماشي باستخدام الاليات الاخرى الغير تقليديه اللي بتحقق كل الهدف اللي احنا عاوزينه. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ علاء عز، امين عام الغرف التجاريه، على هذه القراءه.